السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأصدقائي، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ومن فيديوهاتنا طبعا متنوعة. واليوم عندنا الأغنية العراقية للفنان الكبير ياس خضر اللي هي تايبين، راح نتناولها بالنوت الحرفية لكم طبعا هي مقام الحجاز، وراح ندخل فقط المقدمة لأن هكذا تفاصيل ناخذها دائما بالدورات ومن خلال الاشتراك بالدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات شهريا أونلاين. طبعا تقدر تأخذها في تفاصيلها أثناء الدورة من خلالي، وهذه الدورات هي طبعا من خلال الواتساب آني والطالب، نبدأ بدراسة العود من خلالها نأخذ الأغاني العراقية والعربية بكافة المقامات. قبل ما أبدأ أحب أنوه بس شيء مهم جدا، كثير من الأخوان الأعزاء يتصلون بي من الواتساب بحيث أنه يقول لك كم أطول في عملية تعليم العود، العود إلى مراحل، والعود إذا تريد إذا عندك مبدأ إرادة قوية هو تتعلم، تقول أنه أبدأ بتعلمه وأتعلم مباشرة وأدخل في تعليمه، وبالتالي راح أنت في أول شهر راح تتعلم. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق، أشرب بكم. اللحظة أمامكم الآن الأغنية، هذه الأغنية أمامكم هي تايبين، غناء الفنان ياس خضر ونامق أديب. تايبين غناء الفنان ياس خضر وكلمات داود الغنام وإلحان نامق أديب. بداية راح تكون عندنا مر ميم باو، لاحظ مر ميم صال صال طفا مي ري دو ري، يعني دخولك راح يكون فالت بدون وزن. مر ميم صال صال طفا مي ري دو ري، هذا آخر ري فرداش. صل صل لا لا دو دو سي سي لا صل فا صل سي لا صل لا صل فا صل صل فا لا صل فا صل فا مي ري مي مي ري. هذا هسه هو دخولك بالموسيقى بداية، يعني ر ر ر ممي صل صل فا فا، شوف أنا كاتب فا ديز فا ديز فا فا شارحة اس مي ري دو ري صل صل لا لا دو دو سي سي لا صل فا صل سي لا صل لا صل فا صل صل فا لا صل فا صل فا مي ري مي اس مي ري. دخوله راح يكون عندك، راح يكون عندك الدخول ما عندك في مباشرة دايركت من الري. ر ر مي ر صل فا مي ر مي ر ر ر مي ر صل فا مي فا صل ر ر مي ر صل فا مي ر مي ر ر ر مي ر صل فا مي فا صل. أوكي، هذا هو دخولك بموضوع الأغنية، واللي حقيقة راح تكون كالتالي في دخولها أمامنا. راح تكون أمامنا Thank you.
راح يكون عندك. موسيقية لأغنية التايبين، واللي هي حاولت انه اعطيكم المقدمة وتفاصيلها طبعا في الدرس، وهذا من خلال هذا الدرس احنا نقدر انه تبدون للمبتدئين بحفظ النوت الموسيقية. دائما عود نفسك انه تحفظ النوت الموسيقية مباشرة ويكون دخولك. طبعا ممكن انه تستخدم التقاسيم في بداية الاغنية، وممكن تستخدمها في اخر اغنية. اتمنى انه استفاديتوا من هذا الدرس وتاخذها بتأني، وناخذ اجزاء ان شاء الله في فيديوهات قادمة للاغنية كاملة. تحياتي لكم، واتمنى الاشتراك بالقناة والاشتراك بالدروس، وتبدون بتعلم العود وتكون عندكم الإرادة القوية في تعلم العود حسب إرادتك. ممكن في شهر أنت تقدر تتقدم وتعزف مباشرة أول أغنية إن شاء الله من خلال تعلمنا أونلاين. تحياتي كل الأخوة في عراقنا الحبيب وفي العالم العربي وفي العالم، تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.